هتلاقي دايما عندنا الناس اللي عندها ثقة بالنفس هتلاقي عندنا جبهة كبيرة. هنا شخصيته هو شخصية إبداعية، لأن هنا الجبهة واسعة، فمن الأشخاص اللي هي بتحب تفكر كتير، تحب تبدع، ما تحبش تعمل حاجة كده وخلاص. يعني إيه؟ يعني لازم الحاجة دي يطوروا منها. يعني لو هو هيعمل مشروع، هو برضو يقدر يعمل أكتر من مشروع. طيب المشاريع بتاعته تبقى بناء عن إيه؟ بناء عن إن هو هيجيب فكرة، لكن الفكرة دي مش عاجباه، فبيعمل إيه؟ فبيطور منها، وده بنعرفه من الجبهة. طيب، وأصغر مكان إيه؟ أصغر مكان الجبهة، اللي هو إيه؟ اللي هو منطقة التفكير. أصبح إن الشخص ده ما بيفكرش، أي حاجة تيجي في باله، مش معنى ما بيفكرش يعني ما بيفكرش خالص، لأ، مفيش بني آدم ما بيفكرش. الشخص ده هو قرر دلوقتي يعمل كذا كذا كذا، فقام وقام اعتدى عليها بدون أي تفكير، بدون أي تردد، لأن أصحاب الجبهة الصغيرة إن هما من طبيعتهم إن هما بيعملوا يعني انهم عمليين. اصحاب الجبهة الصغيرة طبيعتهم انهم عمليين. يعني ايه؟ يعني بيقرر وينفذ دلوقتي اهو، ما بيتأناش ولا بيفكر ولا بيقول ايه اللي هيحصل، لكنه بيندفع كده عادي. الجبهة بتاعته هنا خط مستقيم. يعني ايه؟ يعني شخصية متمردة، ما بيعرفش ياخد اوامر من حد. مش ما بيعرفش، هو مش حابب ياخد اوامر من حد. فهو ايه؟ فهو الشخص ده من الاشخاص اللي اتخلقت علشان ان هي تقود الاخرين، وليس ان هو يكون منقاد وراء الاخرين. تحليل مختصر. التحليل عموما يا جماعة بياخد ساعة ونص تقريبا. هنا كده لما نيجي نتكلم عليها شخصية ابداعية من الافكار اللي هنا. نيجي على شكل الجبهة، هنلاقي عندنا الجبهة اللي هو شخصية ابداعية. فشخصية بتحب تجمع المعلومات، افكار ابداعية. الجبهة بتاعته داخلة من هنا بغوران ومن هنا غوران، فالافكار بتاعته ابداعية. فقدت مثلا حد عزيز عليها زي الام والاب والحاجات دي، بس دي فقدته في سن مثلا اللي هو بين ال 13 سنة لحد سن ال 19 سنة. ليه بقى؟ لان هنا التعرجات واضحة جدا في الجبهة. منبت الشعر عندها فيه تعرجات كتير، والتعرجات دي بتدل على ان هي عندها مشاكل وضغوط في الوقت اللي هو فترة المراهقة، فبتظهر على وشها على طول الكلام ده كله. احنا ممكن نحدده بالظبط بالظبط سنة كام، في عمرها كام، من حواف الشعر ده كله، لو احنا استخدمنا عليها معالم الرحلة. كمان احمد مكي مر بظروف صعبة جدا في الوقت اللي هو من بين ال20 سنة لحد ال30 سنة، مر بظروف صعبة جدا أثرت فيه. يعني هنا في خط هنا كده، ربما الخط ده اتعلم منه حاجات كتير. يعني هو عنده 29 سنة مثلا، مر بظروف قوية جدا 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 أثرت في حياته تأثير كامل، تمام؟ اما الظروف اللي قبليها كانت ظروف عادية ما أثرتش بالكمية اللي هي، وده معروفة من الخطوط دي. احنا بنعرف نحدد الألم والوجع اللي وصل للشخص ده، سواء كان مرضي، سواء كان عاطفي، سواء كان عملي، من الجبهة دي بنقدر نحدده. وبنقدر نحدد كمان من باقي الوش أي حاجة ممكن نقدر نطلعها، أي حاجة تخطر على بالنا ممكن نقدر نطلعها هنا. طيب عندنا كمان هنا الجبهة يعتبر على شكل اللي هو شكل القلب، فده بيدينا شخصية إبداعية. في ناس كانت بتسأل إن في وجه اسمه القلب، لا مفيش حاجة اسمها وجه القلب، لكن احنا ممكن نقول المستطيل وجه قلب، فبيبقى ده وجه تاني خالص. واحنا هنعمل لكم ان شاء الله في الدورات اللي احنا بنعملها في اشكال الوشوش، هنعمل لكم تقريبا ما يقارب 40 وش تقريبا، وهيكون فيها متوضح كل الوشوش اللي انتوا عايزينها من شكل اطار الوجه. نقدر نطلع نسبة كبيرة جدا صحيحة من اطار الوجه مع بعض الدمج في الملامح. طيب هنيجي على الوجه ده من القطاع الجانبي ونشوف، هنلاقي هنا ايه؟ الجبهة داخلة لقدام، فهو ده علامة توضح لنا ان الوجه ده دالو، تمام؟ يعني الوجه ده دالو، ده وجه دالو. طيب من القطاع الجانبي هنا مثالي. طيب مثالي في ايه بقى؟ مثالي ان هو ما يقولش الغلط، لان الوجه اللي طالع لجبهة بارزة ده ما بيقلش ادبه، يعني ما بيشتمش حد سواء بسبب او بدون سبب، هو بيحترم نفسه علشان هو عارف ان هو حقه هيجيله. طيب واحمد نكشاشة حقه جاله، هو الضابط دلوقتي بيتحقق معاه، يعني الموضوع مش هيعدي كده وبالسهل، لان احنا في دولة قانون يعني. طيب هنا مرضيش يشتمه، لان هنا الجبهة البارزة لقدام دي بتدل على الصبر، تمام؟ وايه تاني؟ وان هو متأني. وايه كمان؟ وان هو مش متسرع، بطيء في اتخاذ القرار. يعني ايه؟ يعني لازم يفكر مرة واتنين وتلاتة ويشوف العواقب ايه
الوقت ده كله هو فكر فيه كويس قبل حتى ما يطلع. يعني الضابط ده مد ايده وضربه بالفعل، فده ما صوروش في البداية، صوروه في النهاية، فبعد ما خد قراره كده، لان انا عايز حقه. طيب ونعرف ازاي ان هو هنا، هل ده هيتنازل في المحكمة مثلا؟ لو في تنازل او كده هيتنازل؟ لا مش هيتنازل، يعني هو عايز حقه. اما المثلث فهو شخصية سريعة ومش متأني، فسريع سريع رده سريع. هنا الصورة دي في الوجه هنا باين ان هو مثلث اكتر، فالشخص ده سريع كمان. ان انا بالجبهة دي، اصحاب الجبهة اللي زي دي، الناس دي بتستغل السلطة لحسابها. يعني ايه؟ يعني هو عامل حسابه ان هو لو جينا على القطاع الجانبي برضه هنجيب لكم صورة تانية اوضح من دي، لان عندنا الوجه بتاعه افكار ثابتة، يعني اللي اتربى عليه هو ده اللي بيتعامل معاه. طيب الجبهة دي بتستغل سلطتها، بتستغل نفوذها ضد الاخرين عادي جدا. ليه؟ لان شخصية غير ملتزمة بالمبادئ، لان هنا المكان ده بعيد، فغير ملتزم بالمبادئ، غير ملتزم بالقواعد. يعني ممكن نقول الشخص ده مش ملتزم بأي قواعد وقوانين خالص. هنا هو من الأشخاص اللي هي بتقدر تحفظ جملة طويلة. يعني إيه؟ يعني مثلا واحنا بنبص نلاقيه في قلب المسرحية يجي يقول مثلا لأي واحد من زمايله: أنت نسيت النص ولا إيه؟ ده النص كان بيقول إن أنت هتقول كذا 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 وأنا بقول كذا كذا. فهو بيقدر يحفظ السيناريو كويس جدا، وده بنعرفه من امكانيات الجبهه دي. جبهه صغيره مميزه جدا جدا في العمل، لان شخصيه عمليه. لو جينا نبص هنلاقي الجبهه دي صغيره والجزء ده كبير، فهو شخصيه عمليه بنسبه تتراوح 90 وال 95% عمليه. يعني انا دورت على صورة ان انا اشوف جبهته شكلها ايه، لكن للأسف ملقتش. اه حلوة الصورة دي، شوف الولية بتبص عليه، هو واد موز يعني، شوف الست دي بتبص له ازاي. الشخص ده جابه كبيرة، يعني 24 ساعة بفكر وعيون مش على مستوى واحد. هل الشخص ده مريض نفسي؟ الجبهة عندنا الجبهة زي الصورة اللي قدامنا دي، هنا كده هنبص تلاقي الجبهة منتفخة من النص وراجعة لورا. هنشوف صور تانية برضو علشان نوضح فيها كل الكلام ده، علشان تقدر تجيب الملمح مظبوط، وخصوصا ان هو بيجي من القطاع الجانبي اكتر واسهل من القطاع الوش الامامي. تعالى قدامنا كده جبهة زي دي، هنلاقي الصورة دي كده عندنا المكان ده منتفخ شوية عن باقي الجبهة، يعني طالع من هنا من تحت او من النص، بارز شوية لبره وداخل من ورا من عند منبت الشعر رجع لورا، يعني جايب دوران من هنا. بص كده في دوران جاي كده، ده كده بنعرفه اكتر، بيبقى واضح اكتر من الجنب. يعني لو جبنا الصورة التانية زي دي هنبص نلاقي هنا القطاع الجانبي واضح من الجنب اكتر. فالست اللي عندها الملمح ده عندها الحاسة السادسة. طيب الحاسة السادسة يعني ايه الاول؟ علشان ما اعرفش يعني ايه الحاسة السادسة، ان هو بيبقى الشخص عنده حد بيعرف اللي هيحصل، اللي هو مثلا انا رايح اعمل شركة مع واحد، الواحد ده بمجرد مثلا واحد يشوفه او واحدة تشوفه تقول الشخص ده مش كويس، او الشخص ده هيبقى حرامي، او الشخص ده طيب، او الشخص ده انت هتكسب معاه، او ان انت قاعد في مكان وواحد يجي يبقى قاعد معاك ويقول لك ايه، انا حاسس ان محمد جاي دلوقتي، وتبص تلاقي محمد جه فعلا. برضو الناس دي عندها حاسة سادسة. وبرضو بيبقوا قاعدين ممكن تلاقي واحد يفكر في واحد وبعدين يتصل بيه، يعني مثلا انت قاعد دلوقتي وبتفكر في شخص معين، في صديق، بعدين بتبص كده بعد شوية لقيت نفسك ايه، التليفون بيضرب وصديقك ده بيرن عليك، ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى عندك الحاسة السادسة. طيب نيجي بقى على الرجالة.